بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي مدرسة دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لفيديوهاتنا اللي بدأناها، هنشرح النهاردة الدرس الثاني من الوحدة الأولى بعنوان المنطق. في نهاية الدرس سنكون بإذن الله قادرين على معرفة مفهوم العبارة، قيمة الصواب، نفي العبارة، العبارة المركبة، عبارة الوصل، عبارة الفصل، جدول الصواب. هنبدأ مع فقرة لماذا. في فقرة لماذا، عند إجابتك عن أسئلة من النوع الصح أو الخطأ في اختبار، فإنك تستعمل مبدأ أساسي في المنطق، لأن العبارة لا تحتمل إلا شيئين، إما صح أو خطأ. من هنا نقدر نعرف العبارة على أنها جملة خبرية لها حالتان فقط، إما أن تكون صائبة أو تكون خاطئة ولا تحتمل حالة أخرى. صواب العبارة هنرمز له بالرمز تي، وده جاي من كلمة ترو، وخطأها سيتم الرمز له بالرمز اف أو فولس، ويسمى قيمة الصواب لها، ويرمز العبارة بالرمز بي أو كيو أو آر وهكذا. مثلا العبارة بي المستطيل شكل رباعي، قيمة الصواب لها تي، لأن المستطيل له 4 أضلاع، يعني هنا نقدر نقول أن قيمة الصواب تي. نفي العبارة، ماذا يقصد بنفي العبارة؟ يفيد معنى مضاد لمعنى العبارة. لو احنا نريد نفي العبارة بي السابقة، هنقول المستطيل ليس شكلا رباعيا، يبقى انا سويت نفي للعبارة بي، ويرمز لنفي العبارة بهذا الرمز ويقرأ ليس بي. اذا حسبنا قيمة الصواب لنفي البي، هنجد ان العبارة المستطيل ليس شكلا رباعيا، قيمة الصواب هنا اف، عبارة خاطئة. يبقى هنا احنا عرفنا مفهوم العبارة، قيمة الصواب، نفي العبارة. هنيجي عند العبارة المركبة. لو انا قدرت اربط عبارتين برابط و او الرابط او، بنكون عبارة جديدة اسمها عبارة المركبة. والعبارة المركبة التي تحتوي و تسمى عبارة وصل، وتكون عبارة الوصل صائبة فقط عندما تكون جميع العبارات المكونة لا صائبة. دي قاعدة عبارة الوصل، دي قاعدة مهمة جدا. عبارة الوصل اللي هنعرف رمزها بعد كده، اللي هي بالشكل دوت، نقول بي وكيو، بتكون صائبة في حالة واحدة فقط، عندما تكون جميع العبارات المكونة لها صائبة. مثلا لو قلنا العبارة بي المستطيل شكل رباعي، قيمة الصواب هنا تي، ترو. وقلت العبارة التانية كيو المستطيل مضلع محدب، قيمة الصواب هنا تي. لو احنا كوننا عبارة مركبة من هاتين العبارتين، هنقول المستطيل شكل رباعي و المستطيل مضلع محدب. انا استخدمت هنا اداة الربط و، نقول بي وكيو. لو احنا نبغى نجيب مقدار او قيمة الصواب للعبارة دي، هنجد ان البي عبارة صائبة والكيو عبارة صائبة. في الحالة دي هيبقى العبارة بي وكيو صائبة ايضا، على حسب القاعدة اللي احنا قلناها سابقا، ان عبارة الوصل تكون صحيحة في حالة واحدة اذا كانت مركبتها البي والكيو صائبة، وتكتب على صورة بي وكيو. من هنا نقدر ناخد مثال الاول اللي هو قيم الصواب لعبارة الوصل. بيقول استعمل العبارات ار وكيو وبي والشكل المجاور لكتابة عبارة الوصل في كل حالة من الحالات الاتية، ثم اوجد قيمة الصواب لها مبررا اجابتك. العبارة الاولى اللي هي بي قال الشكل مثلث، العبارة كيو في الشكل ضلعان متطابقان متساويان، يعني ار جميع زوايا الشكل حادة.
طبعا لو انا ابغى اجيب قيمه الصواب للبي والكيو والار، هتجد ان البي ترو تي شكل مثلث فعل، الكيو في الشكل ضلعان متطابقان تي ايضا ترو، الار جميع زوايا الشكل حاده. هذا الكلام خاطئ لان المثلث بيحتوي على زاويه قائمه زي ما هو موضح امامك، في زاويه قائمه موجوده، يبقى الار دي خاطئه ليست صحيحه، يبقى قيمه الصواب للار هي اف. طيب لو نبغى نكون العباره المركبه ار وبي، انظر معي الار والبي، لو احنا جينا للار الشكل مثلث، هقول الشكل مثلث انا كده بكون العباره، وجميع زوايا الشكل حاده اللي هي البي، البي عندي الشكل مثلث والار جميع زوايا الشكل حاده. لو احنا نبغى نجيب قيمه الصواب للعباره دي نشوف العباره بي صائبه لكن العباره ار خاطئه، انا قلت بتكون العباره المركبه ار وبي صائبه في حاله واحده بس، ان يكون المركبه بي وار الاثنين صائبتان، ولكن انا عندي عباره خاطئه فيهم اللي هي الار، يبقى عباره الوصل ار وبي خاطئه الحاله دي. طب لو نظرنا للبي بيقول كيو كيو ونفي ار، لو احنا نظرنا للكيو في الشكل ضلعان متطابقان، اقول في الشكل ضلعان متطابقان، العلامه دي وا، يبقى اقول وا، ننفي الار، الار كانت جميع زوايا الشكل حاده، نقول ايه وليس جميع زوايا الشكل حاده. تعال نحكم على العباره المركبه كيو ونفي ار، كيو اللي في الشكل ضلعان متطابقان ديت ترو صحيحه، نفي ار اللي هو جميع زوايا الشكل ليست حاده ايضا صحيحه، يبقى اذا نستنتج ان العباره المركبه كيو ونفي ار صحيحه او صائبه. طيب نحل مع بعض تحقق من فهمك، بيقول بيو بيقول في 1A بي وكيو، بي وكيو لو نظرنا في البي، لو احنا نبغى نكون العباره هنقول الشكل مثلث وفي الشكل ضلعان متطابقان، كلا العبارتين بي وكيو صائبتان، الشكل فعلا مثلث وفي ضلعين متطابقتان، يبقى عباره الوصل بي وكيو هتكون صائبه، يبقى هنا الحل هتكون العباره صائبه. في 1 بي ليس بي وليس ار، تعال نكون العباره، نقول الشكل ليس مثلث وليس جميع زوايا الشكل حاده، العباره الاولى خاطئه، هنا خلاص يبقى انا هنا بكتفي، طالما في واحده خاطئه يبقى عباره الوصل كلها ليس بي وليس ار خاطئه، العباره الاولى خاطئه العباره الثانيه صحيحه، يبقى عباره الوصل ليس بي وليس ار خاطئه. وبكده قدرنا نعرف عباره الوصل. في عباره ثانيه اسمها عباره الفصل، عباره الفصل بنستخدم فيها الرابط او، لما نقول مثلا البي درس مالك الهندسه، الكيو درس مالك الكيمياء، لو احنا نبغى نكون العباره بي او كيو نقول درس مالك الهندسه او درس مالك الكيمياء. في لها قاعده مهمه جدا، تكون عباره الفصل صائبه اذا كانت احدى العبارات المكونه لها صائبه، وتكون خاطئه اذا كانت جميع العبارات المكونه لها خاطئه. في هنا عندي في ارشادات الدراسه مهمة جدا عشان نتذكر الكلام، هنا بيقول كي يسهل عليك تذكر الجداول الصواب لعبارتي الوصل والفصل تذكر ما يلي، عبارة الوصل تكون صائبة فقط إذا كانت جميع العبارات المكونة لها صائبة، عبارة الفصل تكون خاطئة فقط إذا كانت جميع العبارات المكونة لها خاطئة، بمعنى إن في عبارة الوصل بنجد إن تي وتي يؤدي إلى تي والباقي كله هيبقى إف. عبارة الفصل الاف والاف هي اللي بتكون اف خاطئة والباقي كله تي، لو حفظنا الجزء ده او فهمناه كويس هنفرق بين العبارتين مع بعض. تعال نشوف عبارة الفصل، عبارة الفصل اولا بيرمز لها بالرمز بي او كيو بالشكل ده بي او كيو. طيب لو نظرنا لمثال اتنين عشان نميز بين عبارة الفصل وعبارة الوصل، بيقول استعمل العبارات بي وكيو وار والصورة المجاورة لكتابة عبارات الفصل في كل ما ياتي ثم اوجد قيمة الصواب مبررا اجابتك. بي يناير من اشهر فصل الربيع، طبعا هنا اف. كيو عدد ايام شهر يناير 30 يوم فقط،
برضك اف ار يناير واول اشهر السنه الميلاديه دي تي اللي هي ترو. تعال نشوف مع بعض الايه بيقول كيو او ار. كيو او ار لو احنا كونناها كونا العباره هنقول عدد اشهر ايام شهر يناير 30 يوم فقط او يناير واول اشهر السنه الميلاديه. كيو او ار صائبه لان العباره ار صائبه وكون العباره كيو خطأ لا يؤثر. انا قلت هنا في او عشان تكون خاطئه لازم يكون العبارتين دول مع بعض خاطئتين. في واحده منهم صائبه خلاص يبقى العباره كلها تكون صائبه. نفس الفكره لو خدنا بي بيقول بي او كيو لو نظرنا هنكون العباره نقول يناير من اشهر فصل من اشهر فصول الربيع او عدد ايام شهر يناير 30 يوم فقط. كلا من العبارتين خاطئه البي خاطئه والكيو خاطئه. يبقى البي او كيو هيكونوا الاثنين خاطئه عباره خاطئه. هنكتفي بالجزء دوت وهنكمل ان شاء الله الحصه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.